الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير مننا بيشوف النبات أو الزرع في المشتل زي ما انتوا شايفين كده شكله جميل، ولكن لما بناخده البيت يا إما بيدبل ويكون شكله كده مش كويس يا إما بيموت. إيه السبب؟ هقول لحضراتكم أربع أسباب من ضمن الأسباب، يعني مش كل الأسباب، ولكن أربع أسباب مهمين جدا يخلوا الزرع أو النبات اللي انت بتاخده من المشتل اللي انت شايفه كويس لما يروح عندك البيت يموت أو يدبل. أول حاجة كنا جبناها قبل كده وحنجيبها تاني، إن بتاع المشتل وهو بيشيل النبات بيكون النبات مطلع جذور في الأرض، فلما ناخده عند البيت بيموت. شايفين؟ النبات مطلع جدر وصاحب المشتل هيقص الجدر ده، وأنت طبعا بتاخده الجدر ده كان بيتغذى عليه النبات، فلما هيتقطع النبات هيتأثر فهيدبل. بصوا الجذور، فالنبات هيدبل وهياخد وقت عبال ما يرجع تاني، ممكن ما تلحقش، يعني ما يلحقش يرجع، ممكن يموت وممكن يرجع، يعني انت ايه ونصيبك. بتوع المشاتل المفروض ان هو بيشيل النبات ده وبعدين بيشيل الجذور وبعدين بيسموه كده بيفطمه وبيحطه في مكان وبعدين لما يشتغل تاني يبتدي يبيعه، ولكن احيانا بعضهم يعني ما بيكونش عنده ضمير في الحتة دي. فأول حاجة إن النبات يكون مطلع جذور في المشتل فتاخده أنت يدبل ويموت. تاني حاجة المية اللي أنت بتروي بيها، يعني ممكن يكون النبات في المشتل بياخد مية حلوة وأنت عندك المية مالحة شوية، فده سبب قوي لموت النبات، المية اللي أنت بتروي بيها. تالت حاجة الشمس، يعني النبات اللي أنت خدته ده كان موجود في الشمس ولا كان موجود في الظل؟ لو هو بره في المشتل يبقى ده شمس ويتحمل الشمس وتمام قوي، لو هو جوه ولقيت فوق منه يعني ما فيش شمس خالص يبقى النبات ده ما يتحملش الشمس، لو انت حطيته في الشمس يموت. ولو لقيت فوق منه حاجة زي الشبكة كده يبقى بيتحمل الشمس ويتحمل الظل. فانت لازم تعرف طبيعة النبات بيحب الشمس ولا بيحب الظل، علشان لو هو بيحب الشمس وانت حطيته في الظل هيموت، ولو هو ما بيحبش الشمس وانت حطيته في الشمس هيموت. رابع حاجة ان يكون النبات اللي انت شفته في المشتل ده مش جو البلد اللي انت فيها. عندنا في مصر كانوا بيستوردوا نوع من الجارونيا وهي جاية من بلد المفروض ان هي الجو فيها بارد شوية. عندنا في مصر الجو مش بارد، الجو حر خصوصا في الصيف، فكانت بتموت. فطبيعة الجارونيا اللي استوردوها ما تنفعش في البلد، او يكون النوع ده حساس عايز رعاية خاصة. لما كنت في الرياض من يومين عديت على بعض المشاتل وشفت نوع من النبات، النوع ده عندنا في مصر ما بينفعش، يعني الجو بتاعه ما بينفعش، فانا شفته هنا في السعودية الجو اصعب. وبعدين بقول لصاحب المشتل او الراجل اللي شغال في المشتل النبات ده بيمشي هنا؟ قال لي لا. وانا استغربت ان هو عرضه وبيبيع منه، قلت له عشان عندنا في مصر ما بينفعش بيموت. قال لي انا كل يوم بطلع سبت من النبات ده ميت، هي شتلات صغيرة، قال انا كل يوم بطلع سبت ميت. فناخد بالنا من الحكاية دي قوي، اما ان يكون النبات حساس جدا لدرجة انك مش هتعرف ترعيه، زي مثلا النجيل الياباني. النجيل الياباني ده حساس قوي وكتير من الناس لما يجي يقصه يموت، وبعدين بيكلف، يعني هو مش رخيص. فاما يكون النبات حساس او مش الجو بتاع البلد اللي احنا فيها. دول اربع حاجات. نتمنى في النهاية ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.